هل يجوز ان يقال للمنافق انت كافر مثلا او انه كافر؟ اذا عرفت انه كافر اذا عرفته كافر. المنافقون كفار ان المنافقين في الدخل اسمها النار ولن تجد لهم نصيرا ان شاء الله. هم منافقون ذلك بانهم امنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم. فاذا عرفت انه يكذب الله ورسوله وان يسب الله ورسوله اذا عرفت منه هذا فقل له انت كافر بهذا وتنكر عليه. اما مجرد ان اخلف الوعد او خان الامانه ما يكون بهذا كافر يكون عاصيا يكون في نوع نفاق. اما اذا عرفت ان عنده نفاقا اكبر وتكذيب الله او تكذيب رسوله او سب الله او سب رسوله او انكار الجنه او انكار النار او ما اشبه ذلك من انواع التكذيب اذا عرفت هذا منه وسمعت هذا منه نص وتقول انك بهذا كن كافرا لعله يكذب على بنتك منه.